Bonjour, j'espère que vous allez bien. Yuma la vidéo, j'ai vu comment je fais la mona. Ça va, j'ai vu la vidéo. Maintenant, ça va, je dis déjà mon abonné. Ou ce que nous, la vidéo, le tiré. Ou d'ailleurs, j'ai vu la vidéo. Maintenant, ça va, je serai là. T'as ta raille, t'as comme. Fais les commentaires. Ou d'abord, allez, on va. نبدأ أول حاجة بالمكونات تاع العجينة. شا عندي زوج كيسان ونص تاع الحليب وكاس تاع السكر وكاس زبدة تكون دايبة وبيضة واحدة وكيلو تاع فارينة وساشي تاع خميرة الكيميائية تاع الحلويات وجوج مغارف كبار تاع خميرة الخبز ملعقة صغيرة تكون معمرة مليح تاع لافاني ودروك شو غادي تجيبي غادي تجيبي باسينة ما تكون كبيرة بزاف ما تكون صغيرة بزاف شغل مايا انا عندي بهاد الحجم متوسط ومن بعد دوك نوريكم طريقة اللي تصنعي بها العجينة اول حاجة غادي نديرو الحليب وديري السكر وها غادي نديرو غادي نديرو لافاني وخميرة الخبز وبيضة وكاس دهان دايب ومن بعد نخلطوهم بالفوي والقشور تاع ليمون وتاع تشينا دي 5 مغارف كبار تاع الفرينة صافي هذيك الكيلو ديري غير بشوية تبلها عليها 10 دقائق وتعودي ترجع عليها وبعد ما فاتت هذيك 10 دقائق شوفوا كي ولا داير خمرت لي تعاودي تخلطيها مليح تاني بالفوي وتعاودي ديري لها الفرينه وتاني تبلي عليها بعدا غادي تكملي هذيك الفرينة يا صافي هذيك كيلو قرب مغارف هاكا غادي ديريها كاملة وضيفي لها الخميرة تاع الحلويات وغادي تخلطيها بالمغرف
وهو لا القوام النهائي تاعها. ومن بعد غادي نخمروها 3 خضرات، كل ما تخمريها كل ما تخسريها. ومن بعد غادي تجيبي بلا كبير ودري عليه فارينة ولا ديري بابي كويسون. ومن بعد غادي ديري في داك الزيت وتقعدي ديري بيزات بيزات، ومن بعد تحليها. ودروك نستنى الكريمة. شعرنا في المكونات تاع الكريمة، عنا كاس سكر، 2 معالق كبار مايزينا، ملعقة كبيرة لافاني، 400 ملل تاع الحليب، 2 بيضات كاملين، وزوج صفار، وكريمة تاع شونتيي، عنا كاس شونتيي كبير، وكاس تاع الماء. دروك نخليكم مع الفيديو، ما نكترش عليكم الهدرة. دروك نروحو للبيزات تاعنا. كيما راكم تشوفو درت لهم البيض والفوق درت لهم البيض والدجلان.
بعد ما كملنا معها ونزيدوا لها الدهان ونخلطوهم. ومن بعد نجيبوا ديك شونتي حسنا شونتي بعد ما هذه تبدا رد لنا نديروها تبرد. من بعد نجيو هنايا ونديروا داك الكاس تاع شونتي والكاس تاع الماء. كما تانا الاولى شدرت لها غطيتها بالسيلو ونخليها تبرد لي دروك نرجعو للشونتيي تاعنا. المهم وهي لا اليوم شكون راهي معايا ماشي صهيب دانا. المهم نروحو نجيبو كاس ماء بارد. اذا ما كانش بارد ما غاديش تخرج لك شونتيي، لازم يكون بارد. ونخلطهم مليح بالباتور. مازالها شوية حتى نتحلي كامل الفونتي. نزيد نخلط. وهيا لا لامونة تاعنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا تحبل بزاف بزاف شابة كما راكم تشوفوا راه سماكم تشوفوا. هيا لا كم فاهمين اي خطوه نديرها لازم دانا تجرب منها. احنا جايتها حاميه كما راكم تشوفوا. ودروك بعد ما كم بردت لي كان دبلومات دابتها بالباتور. ومن بعد زدت لها لافاني وزدت لها هذاك الخليط الزاوج تاع شونتي وخلتهم بالباتور.
وهنا نكون وصلنا لفند لا فيديو. ما تنسوش ديروا جيم وابوني وتروح ديروا لي ابوني في الانستغرام. واذا عجبكم لا فيديو ما تنسوش تخلونا تحت كومونت.